أهلا أخي بلال، تحية عطرة لك ولكل مشاهدي قناة النهار. نعم، أنا الآن متواجد على مستوى الميناء البترولي بولاية سكيكدا لمتابعة مجريات عملية شحن الباخرة النفطية بمادة الفيول من أجل توجيهها إلى الدولة الشقيقة لبنان، وذلك بقرار من السيد رئيس الجمهورية من أجل المساعدة والمساهمة في التخفيف من أزمة انقطاع الكهرباء. يحضر معي من أجل إعطاء أكثر تفاصيل وتوضيحات مدير المركب تكرير البترول بولاية سكيكدا هنا السيد عبد الحميد مرابط. تحياتنا سيدي. مساء الخير. مساء النور. نعم سيدي، هل بالإمكان تعطينا أين وصلت العملية بالضبط؟ شكرا الأخ سليم. منذ قليل تمت عملية شحن مادة الفيول حوالي 30 ألف طن من مركب من مصفات سكيكدا إلى ميناء الجديد بسكيكدا، ولقد تمت العملية في ظروف حسنة حسب ما خطط له في المدة المقدرة، وهذا بفضل تضافر جهود إطارات وعمال جميع إطارات وعمال مجمع سوناتراك. نعم، يعني الكمية التي كانت مقررة تم تحضيرها بعد هذه يعني المرحلة وهي تعبئة وشحن الباخرة، ماذا يوجد من جديد بعد هذه المرحلة؟ تفضل. بعد إتمام عملية الشحن من المركب تكرير سكيكدا إلى ميناء سكيكدا وفي ظروف كما قلت في ظروف حسنة وفي ظروف أمنية حسنة، الآن بداية تحضير الإجراءات لتحرير السفينة نحو الاتجاه المحدد. نعم، شكرا سيد المدير. هكذا بلال، هي التفاصيل الجديدة هو إنهاء عملية تعبئة وشحن الباخرة في انتظار عملية تحريرها وانطلاقها نحو الدولة الشقيقة لبنان. شكرا جزيلا لك سليم مدريد على هذه المداخلة. إذن متابعينا الأكارم، إلى هنا نصل وإياكم.